بعد أن قامت الحكومة بضخ المياه على الأراضي الزراعية بسبب محاولتها إبعاد المياه عن آبار النفط، أدت هذه الخطوة إلى إتلاف آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية. نشاهد معكم أحد المزارعين وهو يشكي حاله على ما حل بالأراضي الزراعية، فنشاهد. السلام عليكم أخوان الناشد، مجلس محافظة البصرة والمحافظ سعد العيداني. يعني هذا الزرع باوع يا أخوان، باوعوا شلون جاي خيره، وهذا السنبل مالي مو حرام. يعني تتفيض هاي الناس الفقرة، وين راح تعبها، وين راحت فلوسه؟ أيوة الله يرضى الله. محمد باوع العالم تحصيد وتتعب وتكرب، والنوب تالي كل شي ماكو على مود الشركات النفطية. احنا شو محصلين من الشركات النفطية؟ لا شغل لا عمل، أولادنا قاعدين، الله شاهد ورسوله. باعوا هذا الخير جاي والنعمة، اها باوع. ليش يا جماعة ليش باوع؟ باوح السنابل هاي الحلوة نحصد بالبليته. اي والله، يعني الحصاد يصير بالبليته. باوع رحمة على والديك، صور لي هذا. باوح هاي الخير والنعمة. يعني احنا بشو محصلين من الشركات النفطية؟ كل شي ماكو، بس بخت المسؤولين وهاي ابناء الشعب. كل شي ماكو، يوصل خيرها وتروح هدر هاي الثروة.